مرحبا بكم. هناك سؤال دائما ما تطرحه البشرية، وهو هل يوجد حقا كائنات فضائية على الأرض؟ ولكن حتى الآن لا توجد أي إجابة. ربما تساعدنا اكتشافات الأجانب في معرفة حل ذلك اللغز، واليوم سنعرض لكم القطع الأثرية التي وجدها علماء الأثار والتي ربما تثبت وجود كائنات فضائية. ولكن أولا مشاهدين الكرام، دعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد. أولا، قطعة أثرية في الجحيم. في عام 1974 في مدينة رومانية، اكتشف مجموعة من العلماء ثلاث قطع أثرية مثيرة للاهتمام على عمق 10 أمتار. يبدو أن أول قطعة تعود للأفيال المنقرضة، والثانية هي قطعة من المعدن والتي يبلغ طولها 20 سنتيمتر ووزنها 2.3 كيلوغرام. تم إرسال هذا الشكل الغريب إلى المعهد الأثري ليعلموا ما هذا الشيء. قاموا بتحليله ووصلوا إلى أنه به عنصر الألومنيوم وطبقة من الأكسيد. وقد حدد العلماء عمر تلك القطعة من سمك طبقة الأكسيد، ووجدوا أن عمرها لا يقل عن 400 عام. ويوجد في الكتف الأيسر ثقبا، وفي منتصف الجسم يوجد 2. لم يفهم العلماء ما هذه القطعة ولماذا وجدت مع عظام الفيل المنقرض والذي انقرض منذ 11,000 سنة. وبالمناسبة، فقد تم اكتشاف الألومنيوم لأول مرة في عام 1825، ولذلك يقول العلماء أن هذه القطعة تعود للمخلوقات الفضائية، ويقولون أن ذلك الشكل يعود لحضارة متقدمة تقنيا. حتى الآن توجد تلك القطعة في المتحف التاريخي. ثانيا، قطعة أثرية غير عادية. قد تم اكتشافها في الجبال في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية في 13 فبراير من عام 1961، وعند قطعها وجد بها قوالب سيراميك بيضاء مع قلب معدني في الوسط. جذبت القطعة انتباه العديد من العلماء في مايو من عام 1961، وتم نشر نتائج فحصها في عام 1963 في الصفحة الأولى، وقد تم عرض القطعة الأثرية في المتحف في ولاية كاليفورنيا الشرقية. وفي عام 1969 فقدت القطعة الأثرية. أما عن من كان يوجد بداخلها، فهي تشبه إلى حد كبير تلك الشموع التي توجد في محركات سيارة الفورد. ولكن هناك من يؤمن أن ذلك الشكل المخروطي أحضره لنا كائنات فضائية. ماذا تعتقد أنت؟ هيا بنا نكمل باقي القطع الأثرية التي تشير إلى وجود الكائنات الفضائية. ثالثا، طلاسم أبيدوس. يعتقد الكثيرون أن الكائنات الفضائية قد زارت الأرض في الفترة ما بين القرن 20 والقرن 21. يمكننا النظر إلى تلك الصورة التي تخبرنا أن الكائنات الفضائية يمكنها زيارة الأرض في أي وقت يشاءون، ويشار إلى هذا الكلام بشكل خاص عن طريق القطع الأثرية المصرية القديمة. هيا بنا نذهب لمصر في مدينة أبيدوس القديمة، حيث يوجد في تلك المدينة معبد أوزوريس، إله المصريين القدماء للعالم السفلي. هذا المعبد مثير للاهتمام، حيث يمكنك أن ترى رسمهم الذي يدل على التكنولوجيا الحديثة مثل الطائرة الهليكوبتر وطائرة شراعية. هذه الصور وجدت في معبد تم بناؤه في القرن 13، ويقول بعض العلماء البريطانيون أن هذه الحروف الهيروغليفية تشير إلى أن الكائنات الفضائية قد زارت مصر في العصور القديمة. وعلى ما يبدو أن المصريين قد طبقوا صورا للتكنولوجيا الفضائية بعدما تركوها على جدران المعبد، ويقولون أن تلك الكتابة ما هي إلا خداع بصري. رابعا، بارمسنان. في عام 2014 قام ديمتري بتدفئة السكن في ليلة باردة، ووجد في الفحم جسما معدنيا غريبا. لم يفهم ما هو هذا الشيء، ولذلك لجأ للعلماء لفحص ذلك الشيء. ولقد مر 300 مليون عام على تكوين هذه القطعة الغريبة، وبعد فحصها تبين أن 98% منها تتكون من الألومنيوم. هذا غريب جدا، لأنه من الصعب وجود ألومنيوم نقي، ويقول العلماء أن لها أصل تقني، ويبدو أنها تعود إلى آلة أو شيء من هذا القبيل. تلك الحقائق التي ذكرت حيرت العلماء، وقال البعض منهم أن تلك القطعة من المستحيل أن توجد في الطبيعة، ويقولون أن لها أصل من خارج الأرض. يقولون أن الأرض قد تم ضربها منذ 300 مليون عام من قبل الفضائيين. خامسا، يد محنطة. منذ بضع سنوات اكتشف علماء الآثار في صحراء بيرو يدا محنطة بثلاثة أصابع فقط طويلة، وقد تم العثور على تلك اليد في نفق في صحراء بيرو. وقد تمكن العلماء أيضا من العثور على جمجمة مستطيلة، هي تختلف تماما عن شكل جمجمة الإنسان. وبالطبع لا يمكن تجاهل العلماء لمثل تلك الاكتشافات المثيرة، وباستخدام التقنيات الحديثة تمكنوا من معرفة أن اليد كانت تحتوي على 6 عظام في أصابع اليد، وبالطبع يختلف الأمر عن الأصابع البشرية. كما قال العلماء أن هناك جسم معدني غريب يشبه الخاتم الذي كان يلبس في أصابع اليد المحنطة، بالإضافة إلى وجود كسر في عدة أماكن. وبعد الفحص تأكد العلماء أن تلك اليد لا تعود لحياتنا الطبيعية البشرية.
وبعد العثور على تلك الجمجمة تأكد للعلماء ذلك الرأي، ويقولون أن تلك الأصابع لا يمكن أن تعود إلا للكائنات الفضائية. سادسا، حادثة روزويل. في عام 1947 في ولاية نيو مكسيكو في الولايات المتحدة الأمريكية، تم تحطيم جسم طائر مجهول، ويعتقد البعض أنه بالون تابع للأرصاد الجوية، ولكن البعض الآخر يقول أن البالون قد صدم به صحن طائر تابع للكائنات الفضائية. سابعا، المجال المعدني. سننهي مقطعنا اليوم بهذا الاكتشاف المثير والغامض للقرن العشرين، وهو المجال المعدني. ففي عام 1974 في مزرعة عائلة باتس، قد عانت العائلة من حريق هائل دمر عددا كبيرا من الغابات، وبعد ذلك ذهبت الأسرة لتفقد أرض المزرعة المتضررة، واكتشفت بالصدفة جسما غريبا، وهي كرة فضائية بقطر 20 سنتيمتر وتزن حوالي 10 كيلوغرامات. وعلى الرغم من شدة الحريق، ولكن لم تتأثر الكرة بأي شكل كان، وقالوا أنهم بعدما عثروا على الكرة قرروا أخذها للمنزل، ولعدة أسابيع ظلت الكرة في منزل تلك الأسرة ولم يحدث لها أي شيء. ولكن بعدما تم العزف على الجيتار أصبحت تلك الكرة ثقيلة وتهتز مثل الشوكة الرنانة، وتصدر منها أصوات نابضة، وإذا تم دفعها على سطح أملس ومسطح تستمر في التحرك دون توقف لمدة 10 دقائق، وفي النهاية ستعود للمكان التي بدأت فيه الحركة. يقولون أنها حساسة جدا وتتحرك بالحرارة مع من يمر بجانبها، وعلى ما يبدو أن ذلك المجال يدل على أنه تابع لكائنات فضائية. وصلنا لنهاية الفيديو، وأنت ماذا عنك؟ هل تؤمن بوجود كائنات فضائية؟ اكتب رأيك في التعليقات، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.